يعني دايما بنسمع ضميرك مرتاح، نايمة منيح لأنه ضميرك مرتاح. الضمير الضمير الضمير، شو هو الضمير وكيف نحن بنخلي ضميرنا أكثر يكون مرتاح؟ رح نحكي بهذا الموضوع مع الدكتورة شفاء صفوان، أخصائية اجتماعية أسرية. صباح الخير، كيفك يا أهلا شفاء؟ وسهلا، يسعد صباحكم. صباحكم صباح الضمير المرتاح. جميل ورايق، وعن جد ضمير مرتاح يا رب. يسعد صباحك. يعني كنا عم نحكي هلا دكتورة شفاء عن النوم، يعني انت عن جد انت ضميرك مرتاح؟ عن جد من العشرة بالليل نايمة من العشرة؟ انا بنام بين العشرة والاثنى عشرة. الكهرباء ما عم يعني تقطع عندكم؟ الكهرباء كل وقت جاي لك؟ لا اكيد لا اكيد، بس انا برمجت حالي على هذا الاساس صدقا، حتى لو مجتمعنا بيسهر بس صدقا انا حياتي مختلفة لانه انا ما بسهر. نعم، يعني يمكن موضوعنا اليوم غاية في الأهمية، ويمكن هو الموضوع بيأثر على الشخص نفسه أكثر من يأثر على محيطه. خلينا نقول أحياناً المحيط بينسى بيتجاوز، ولكن الشخص هو وضميره بيقول. تماماً. فخلينا نحكي بداية عن شو هو ضمير الإنسان. هلا الضمير هو حالة شعورية فطرية صراحة، هي يعني بتبلش الطفل بيعرف الخير من الشر بعمر 5 أشهر، طبعا بتجربة يعني عملوها باحثين ودارسين، من عمر 5 أشهر ببلش الطفل يفرق بين الخير والشر، بين الإنسان الشرير وبين الإنسان الحباب. حتى بالدمى مثلا حطوا دميتين، دمية عم تضرب دمية، الطفل بنقي الدمية اللي زعلانة مشان يراضيها بيوقف معها. فالفطرة هي إنه الإنسان إذا عمل أي شيء سلبي حيحس فيه إنه هو سلبي، وإذا ما قدر يعالجه هو حيرجع عليه تراكمات، يعني هو تراكمات لدرجة إنه ممكن إنه هو بالأخير تجي أموه، لدرجة إنه رح تأذيه أو تأذي المحيط اللي حواليه المقرب منه، مثلا ممكن أولاده نفسه. فكل ما كان الإنسان واعي لأخطائه وقدر يصلحها ويتسامح مع الناس اللي مثلا زعلهم أو كذا، في ناس ما بيقدروا يناموا مثلا الا لا يتسامحوا مع الاشخاص اللي حكوا معهم شيء بالنهار او شيء، يعني مجرد الانسان بس فكره التسامح، حتى ممكن حدا خبط بحدا بالطريق او صار اي فكره. يعني نحن مشكله التجاوز عنا ناس اوقات بتفكر انه لما الانسان يكبر، مثلا كثير بتحسي اوقات تصادم بسياره او حدا طرح حدا بدون قصده او كذا، بيكبرها القصة بسبسبه بعيطه، وبعدين ما في تسامح، بدهم يكبروا القصة بتوصل للشرطة، بينما بطريقة كتير بسيطة ولطيفة انه الله ييسر لك، صار لك شيء ما صار لك شيء وخلص انتهى الموضوع. وعلى فكرة شعور رائع جدا لما الانسان بيتجاوز اي خطأ بهي الطريقة صدقا، يعني قد ايه حلو وبيوفر عليه وقت. يعني انا دائما بقول لهم المشاكل والصدامات بتهدر وقتنا وبتهدر نفسيتنا وجهدنا، لدرجة انه نحن كمالة النهار ما بنكون بطاقة حلوة، بينما لما تسامحنا مع الاشخاص مرقنا لهم تصرفهم. طبعا انا ما عم بحكي مثلا اوقات الناس بيغلطوا بحقنا، بجوز ما بنفس اللحظة نرد لهم اياها، بيكون وقت مناسب جدا، لانه كثير انا على فكرة ما بندم على صمتي على قد ما بندم على حكي، لانه بالحكي ممكن تغلطي بنفس اللحظة لانه بتكوني معصبة، بيكون ما في حكمة بالموضوع، بينما اذا سكتي وخليتي براسك تدور القصة رح يجي ظرف مناسب تردي بطريقة كتير قوية بس كتير لطيفة وما تكون فيها مؤذية لنفسك. ايه تمام، أذى نفسي لا لإلك ولا للطرف الثاني. نعم شفاء، كيف فينا نربي أولادنا على ضميرهم الحي الواعي؟ تمام. يلي مرتاح. والله في واحدة من صديقاتي كانت عم تقول أنا الحنفية تبع بيتي ربت عندي الضمير الحي، يعني بحيث أنه أنا حنفيتنا بدها شوي عصة لحتى أنه تسكر، فأنا مجرد ما أنه ما عصيتها منيح وهي عم تنقط تمام، فهي فكرة الهدر، فكرة عدم المسؤولية، لأنه الضمير مرتبط كمان بالمسؤولية، مسؤولية الذات ومسؤولية المسؤولية الاجتماعية. فمن وجر مثلا ممكن لاقي حتى حنفية برات البيت عم تنقط أنا دغري أني سكرها، لاقي مثلا شيء معين خطأ أني أنا أصلحه، سواء ببيتي. طبعا نحن يمكن نعرف قصة الشركة اللي كانت عم موظفين كتير تقدموا لها، بس في واحد كانوا حاطين في كتير قصص لبين ما يوصل، مثلا المي مفتوحة، باب ما بعرف شو منزوع، قصة هو حاول أنه يصلحها. فما الخبرات كلها بطرف، والمسؤولية والضمير كانت بطرف، لأنه الإنسان اللي عنده مسؤولية وضمير بيكون أكثر إنجازاً وأكثر حباً وإدراك لدوره ومسؤوليته بأي مكان بيكون فيه. طب كيف بدنا نعلم أولادنا؟ منعلم أولادنا إنه أنا مثلاً ما تهدر مي، لأنه هي المي نعمة كذا، تتحمل مسؤولية تصرفاتك، مسؤولية أخطائك. مثلاً أنا ما بجيب ولد تخانق ابني مع حدا وبجيب له لا لو غلطان ابني أنا بوقف معه، غلط.
لانه انت عم لانه الحياه رح تفرمه بالنهايه انه ما حي ما حي ما حي ما حيتعلم منيح، لانه هو بكره حيصير عنده مشاكل بشغله، مشاكل بكذا، فهو تعود انه له ظهر وسند انه لو اخطا يغفر له. تمام. لا، تحمل مسؤوليه خطاك وتجاوزها. وهون يمكن عمليه الادراك الذات هي مرتبطه بالضمير، والطفل يمكن ما عنده الادراك الكامل للذات، يمكن بيكون لسه عم يتنمى عنده، ولكن هون بيعتمد على الأهل. يعني عن جد مثل ما قلت، أحيانا وقت طفل بالمدرسة خلينا نقول تجابه مع آنسته أو معلمته، تجي الأم بتجابه المعلمة قدام الطفل، هون بيقوى هو، وآخر شيء بيطلع ضعيف الشخصية بالمستقبل. فقدين مهم نحن ندرك ذاتنا، ندرك أهمية ذاتنا ونعطيها للطفل، ويخليه يواجه أخطائه بطريقة صح. شو أحسن طريقة فيك تتصرف فيها؟ شو الحوار؟ على فكرة الأم دورها إن هي تحاور، والأم أنا بقول الأم لأنه الأم أكثر أقرب للتربية من الأب، يعني أقرب للأب إنه أنا شو الشغلات اللي لازم تتصرف المرة الجاية، شو الشيء اللي كان أنسب إنك تتصرفه. فكل ما كانت واعية الأم بدورها ومسؤوليتها هي عن جد حتخلق المسؤولية عند أولادها. نعم. خلينا نحكي اليوم إذا جابهنا بعض الناس ضمن المجتمع هن ضميرهم ميت مو حي، كيف نحن فينا نتعامل مع هدول الأشخاص، وخاصة إذا نحن مجبورين نتعامل معهم؟ هلأ الشيء الواحد يعمل الشيء اللي هو عنده، يعني أنا ما أنا واحد أسألي ما برد الإساءة بالإساءة، لأنه بالنهاية أنا دائما بقول في عدالة إلهية، الأقدار بترد للأشخاص عن طريق ناس تانين. فليش الواحد يهدر عقله وتفكيره بحدا أذان يتصرف معي تصرف سيء تصرف سلبي؟ لأنه دائما رح يبعث لهم الله أقدار مثلهم، لأنه هن أصلا عندهم هذا الشيء. فحيجي ناس لهم قلب أنه هن يهدر وقتهم وطاقتهم وكذا، بينما أنا مثل ما قلت أنه فكرة أنه أنت تحافظ على طاقتك، تحافظ على سلامك الداخلي، ما تفوت بمشاكل معهم هدول الأشخاص، تتعامل معهم بحيث أنك أنت بشغلك اللي أنت لازم تنجزه أنت وياهم، لأنه هذا الطبيعي التكامل الإنساني، وبنفس الوقت تحط بينك وبينهم حواجز وقصص لحتى هن ما يأذوا نفسيتك، ما يكونوا راب على دائرتك الشخصية. طبعا دائرة الشخصية نحن اللي بنخلقها، يعني صحيح، يعني فينا نعد للعشرة قبل أي تصرف، مو كرمال الشخص كرمال الذات. طبعا دائماً. طبعا أكيد، يعني ما حدا قصير حربة إنه ممكن يسيء للحدا، كلنا بنعرف نحن نشتغل هذا الشغل، ولكن أحيانا بنتحفظ مشان نحن مشان ما نهز بدلنا. ما هي تمام، لا بس هو الأفضل كمان حتى سلامنا الداخلي يعني بيكتر أكتر، ويعني راحتنا النفسية والأمراض، يعني دائما المشاكل الأمراض كلها مرتبطة السلام الداخلي. تماما مرتبطة الأمراض كلها العضوية يلي نحن بنشوفها، بيجي سكر ضغط كبد، الكبد هو زيادة بالحزن وبالألم، وأنه أنا تألمت وغضبت. ليش نخلي حالنا نبتلى بالأمراض ونحن أصلاً قادرين أنه نحن بفكرة التسامح؟ هي فكرة التسامح هي التشافي، أنه أنا مجرد ما أني سامح أغفر، ما حمل. يعني في ناس مثلاً ما بتعملي شيء أنت معهم، مثلاً بجوز حركتي شغلة من قرنة لقرنة بيشوفوها أنه أنت هنتي عملتي ساوتي، لأنه عقلهم بيأخذهم أبعد، لأنه الإنسان الحاقد بيأخذوا عقله أبعد من والإنسان المتسامح كمان بيأخذوا عقله أبعد لفكرة التسامح. يعني بيعطي ألف مبرر لهذا الشخص أنه تصرف، مثلاً بينظر له منظار الشفقة أنه هو أخطأ بحقه أو كذا، غير منظار أنه أنا لما بنظر للمخطئ بمنظار الشفقة، غير لما بنظر له بمنظار أنه ند بدي اخذ منه حقي واوا، لانه عن جد انا بكون عم بهدر حالي، وبنفس الوقت عم بخلق جو ماله منيح مشحون حوالي. يعني تخيل انا مشاكل مع هي ومشاكل مع هذا مشاكل، فهون حينخلق الشحن انا جاي، وانا ما حعيش مبسوط بالمكان اللي انا فيه، سواء عائله، سواء عم نحكي عن بيت احمى او زوج او عائله او كمان مكان العمل. يعني انا بقول لهم اهم مصلحه بتستفيدها لما الانسان يكون طيب ومتسامح مع الناس، حتى بمكان عمله انه هو بضل مرتاح، يعني وحتى الناس بتحب تتعامل معه، إنه الله بيحب الناس الهينين اللينين. مو معنى أنا مثل ما قلت في حواجز وحدود للأشخاص ما بندخلهم على مساحتنا الشخصية لما بيكونوا مؤذيين وبيجاوزوا بالكلام أو بالتصرفات، بس كمان إنه نتعامل معهم بأفضل طريقة ممكنة. نعم، وكتير كتار الأشخاص يلي عندهم نية عاطلة مثل ما بيقولوا، أو يلي عندهم ظن عاطل بالناس التانيين، ويلي مثل ما بيقولوا بيطلعوا على كتاف التانيين لحتى يوصلوا، هون هدول الناس يمكن يكونوا بلا قصدهم بيعملوا هذا السلوك، أو نيتهم بتكون عاطلة،
يمكن مو بإيدهم هذا الشيء. كيف فيهم يدربوا حالهم لحتى تكون نيتهم أحسن، لحتى هن عن جد يعملوا خطوط حمراء بينهم وبين الناس وما يتدخلوا بخصوصيات الناس؟ هلأ فكرة العاقبة مو العقوبة، لأنه النوايا السيئة بترجع على صاحبها. يعني هو هلأ هي النوايا هي تراكمية على فكرة، فكل ما كانت النوايا صافية في تيسير، في قصص، في شغلات حلوة حتصير، في علاقات رح تتقرب منه حلوة ومفيدة إله وحتغني، وفي علاقات ما لها منيحة رح تبعد عنه. النية السيئة كل ما هو رح يتعب نفسيا، لأنه كل ما تجاوز بنوايا سيئة للآخرين رح علاقاته تتضايق، يعني تصير محدودة، حيصير مشاكل عنده، حيصير قصص سلبية بحياته. فكل ما كان كيف في يغير، إنه هو أول شيء يفكر بمفهوم العاقبة مو العقوبة. أنا عاقبة هذا الشيء اللي أنا عم ساويه، العاقبة النفسية، العاقبة المادية، العاقبة الروحية، شو أنا حأخسر وشو رح أكسب. العقوبة نعم. مثلا لما الإنسان بينوي شر، بيعمل شغلات شر كذا، بلحظة من اللحظات رح ينكشف، رح يتضايقوا الناس منه، رح يصير شغلات سلبية بحياته. نعم. فكل ما كان الإنسان نيته صافية مع الناس رح يلاقي عاقبتها كتير حلوة، يعني عاقبتها خير، وإذا عاقب النية سيئة عاقبتها أكيد. خسارة أكيد، وحسب نياتكم ترزقون 100%. ونحن بنقول دائما الزمن كفيل بأنه صح. رب العالمين هو ياخد حق كل حدا طبعاً. نصائح أخيرة لكل حدا هلأ عم بيتابعنا وأيضا حابب يكون مرتاح وعنده سلام داخلي طبعاً. محيط فيه وبعائلته. أول شغلة نحن الحياة حنعيشها مرة واحدة، ساووا الأشياء اللي بترضي نفسكم وضميركم، يعني بدون بغض النظر إنه هذا الشخص رضي أو لا، الشيء اللي نحن بيرضينا، وبنفس الوقت الشيء نحن حنعيش حياة واحدة. إذا بدنا نقضيها مهاترات ومشاكل مع الناس وحقد وكره، ما حنقضيها بطريقة حلوة ولا صحة جيدة. بينما كل ما كنا متسامحين، بنحب الحياة، منظن خير بالأشخاص اللي حوالينا، منحب حب غير مشروط، سواء أولادنا، الناس اللي حوالينا، الأشخاص اللي نحن بنتعرف عليهم بحياتنا، بننظر منظار الشفقة للناس المخطئين. حتى في حديث للرسول بيقول أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي، يعني ما بيخطئ بحقنا إلا الجاهل، ونحن ما بنخطئ بحق الأشخاص إلا لما نكون جاهلين بقيمتنا وذاتنا ومسؤوليتنا تجاه نفسنا قبل كل شيء. نعم شفاء، نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك، ويسعد صباحك ونهارك حلو يا رب. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. نتشكرك اليوم على هالمعلومات يمكن يلي من صلب ايامنا وحياتنا. اهلا وسهلا.